السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة والفيديو جديد ديال اليوم. غدوزو معايا اليوم النهار كيف العادة من الصباح حتى العشية إن شاء الله. غنوجدو فيه مجموعة من الوصفات والمهم الوجبات ديال النهار، وأيضا غنشارك معكم واحد الفكرة جديدة بالنسبة للناس اللي عزيز عليهم الكتوبة واللي عندهم الكتوبة بزاف في الدار في حالي. فغنشارك معكم هذه الفكرة هذه اللي عجبتني بزاف بزاف، ومتأكدة إن شاء الله غادي تعجبكم حتى نتوما. فاليوم فقت بكري شويه، يعني ملي مشاو البيدات المدرسه بقيت طايقه. كنت بيت هذيك البلبوله ديال الشعير في الماء، وفي الصباح غسلتها مزيان وعملتها طيب. طبعا كنحيدوا لها هذيك الرغوه اللي كتخرج منها. شويت واحد جوج في واحد الفلفله وجوج نجالات كانوا عندي، وان شاء الله غنطيبوا اللوبيا بالطريقه المعتاده اللي عندي. عندي هنا تقريبا واحد نقول واحد 350 غرام ديال اللوبيا اللي بيتها في الماء ليله كامله. عملت واحد جوج فصوص ديال الثوم، ثلاثه ديال المطيشات محكوكين، الملحه، الابزار، التحميره، الكمون والخرقوم وزيت البلديه والماء وقزبر المعدنوس. غنحرك كل شيء، ما غنشحر حتى شي حاجه مباشره. غنعمل هاد الكوكوت الصغيره. طيب اللوبيا غتاخد يعني واحد المده ديال 45 دقيقه غتكون واجده. بالنسبه للشرموله ديال الدنجال راها معروفه، او شرموله ديال الزعلوك. الحاجه الوحيده اللي بدلتها عملت فيها شويه ديال هذيك الصلصه اللي كنت وجدت معكم، صلصه ديال الفلفل والزيت البلديه. استعملت الزيت اللي ايضا كنت طيبت فيها هذيك الفلفل اللي صوبت معكم. الى عقلتوا هذيك الحلقه كنت احتفظت بالزيت اللي طاب فيها الفلفل. وطبعا بالنسبه للمقادير الاخرى كاين الخرقوم، الكمون، الملحه، الابزار، الثومه، القزبر المعدنوس. غنحرك هاد الصلصه هادي مزيان، نغطيها ونخليها جانبا حتى نبغي نوجد العشاء ونضيف لها هذيك الخضر المشويه. بالنسبه للتيشه من بعد ما طابت تقريبا طابت تماما، ضفت لها معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال النافع. هذاك الزعتر والنافع كيعطي البلبوله ديال الشعير واحد الطعم لذيذ بزاف. طبعا القهوه ديال الصباح. بالنسبه لبلبوله الشعير ضفت لها شويه ديال الملحه ملي كانت كطيب طبعا. وهنايا غنضيف شويه ديال الحليب وواحد التمره غنقطعها طريفات ونضيفها. ممكن نضيفوا العسل الا بغيتوا، والفواكه الجافه، اي حاجه بغيتوا تضيفوها. هاد الشوربه هادي او هاد الحسوه راه كتجي لذيذه بزاف وصحيه بزاف، وراها يعني من الوصفات التقليديه المغربيه القديمه اللي يعني صحيه بزاف. بالنسبه للفكره اللي غادي نشارك معكم، بالنسبه للناس اللي عزيزين عليهم الكتوبه، عندهم الكتوبه بزاف وعندهم الوقت وكيعرفوا يخدموا الماكينه، يعني ماشي شي خياطه صعيبه، راه سهله. فعندي هنا طريفات ديال الثوب كانوا شاطولي مني صغبت الغطاء ديال الكنابي ولا الفراش ديال الصاله، فصبنتهم. حاولت انني نصبهم شويه بالقهوه. المهم الفكره هو اننا غنخيطوا غشاوات للكتب بحال اللي كتشوفوا هنايا. فالفكره سهله بزاف. غناخذوا قطعه ديال الثوب اللي تكون كتكفي الكتاب كامل، وطبعا شايط تقريبا واحد نقول واحد 10 ديال السنتيم من الجهات كامله. قبل ما نخيطوا هذا الغلاف هذا كنجربوه ونشوفوا واش عندنا يعني القطعه ديال الثوب كافيه. من بعد غناخذ هذيك القطعه ديال الثوب وغنخيطها من الطرف كاملين، يعني تقريبا جوج ديال السنتيم. غنطوي بحال هكذا طويه واحده ماشي جوج، وغندوزها بالماكينه على الاطراف كاملين باربعه. من بعد ما دوزت الاطراف كاملين غناخذ الكتاب وغادي نحطه في الوسط، بحيث يعني يكون الاطراف ديال الثوب قادين من الجوانب كامله، ما يكون جهه طويله وجهه قصيره. غناخذ هاد الفنيتات هادو وغنعلم بهم. ممكن تستعملوا ستيلو او طباشير، المهم انا غنستعمل هاد الفنيتات هادو كنعلم عليهم كنعلم بهم القياس ديال الثوب اللي زائد اللي غادي نطويوه. كنعلم الجهات الاربع، يعني جوج من الفوق وجوج من التحت.
بالنسبه لهذا الثوب هذا، انا حاولت كيف ما قلت لكم انني نصبغه بالقهوه باش يعطي واحد اللون غامق شويه، فهذه هي النتيجه. واخا يعني ماشي غامق بزاف، ولكن ماشي في حال اللي كان، كيعطي واحد اللون زوين. ف من بعد ما علمت الجهات الاربعه كيف ما كتشوفوا، كنتاكد انهم قادين، ومن بعد غادي نحيد الكتاب. هنايا غنعلم من الفوق لانني مازال ما علمت الثوب الزائد من الجناب اللي غنطويوه نحو الداخل. من بعد ما علمت يعني الجهات الاربعه، غنحيد الكتاب وغادي نطوي هذاك الثوب الزائد نحو يعني الداخل بحال هكذا، وغادي نبرك غير بيدي. نتأكد بأنني بركت مزيان، نحيدو هذوك الفنيتات، هذوك غير علمنا بهم شحال خصنا نطويو هذا الثوب هذا. طبعا كنعملو هذه العملية هذه من الفوق ومن التحت. من بعد غادي ناخذ الكتاب وغنحطه في الوسط، دائما نتأكد أنه في الوسط ونطوي بحال هكذا. من بعد غادي ندخل هذاك القطعه ديال الثوب الزائد نحو يعني الداخل. الحاجه الوحيده اللي غادي نخيطوها هي هذيك التنيه اللي دخل يعني دخلنا الثوب للداخل، غادي نخيطوا القطعه ديال الثوب اللي على برا مع هذيك التنيه اللي عملنا لداخل. فين كتشوفوني هنايا كنعمل الفنيته، غادي ندوزو الماكينه ديال الخياطه، غنسدو هذيك الفتحه اللي المهم غتبان لكم دابا شويه، كنظن الفيديو غادي يشرح احسن من الهضره. هاد الفتحه هذه اللي كتشوفوا هنا فين غنعمل الفنيته، هذاك فين كيتلقى الثوب ديال التحت والثوب ديال الفوق، غادي ندوزوه في الماكينه. طبعا غنعملوا هاد العمليه من اربعه ديال الجهات، من جوج ديال الفوق وجوج ديال التحت. فهنا غادي نوريكم مرة أخرى البلاصة اللي غادي ندوزوها في الماكينة. غنحيد واحد الفنيتة غير باش نخرج الكتاب، نحاولو غير بشوية نحيدو غير بالعقل باش ما يتحيدوش هذوك الفنيتات ويضيع لنا القياس اللي خدينا. صافي غادي نمشي للماكينه ونخيط هاد الجهات بربعه. طبعا بالنسبه للماكينه ضروري ما نرجعوا اللور، يعني نبداو نرجعوا اللور في القدام في البدايه وفي النهايه باش الخياطه ما تحلش. نحاولوا نصاوبوا هذيك الخياطه تكون يعني صغيره، ما يكونوش الخيط يعني كبير. عرفت كيفاش نشرح لكم؟ يعني كاين الماكينات عاده خصوصا الجداد راه كتختار المساحه او المسافه اللي كتكون ما بين الغرزه والثانيه، نحاولوا انها تكون صغيره باش هاد الغطاء ديال الكتاب يبقى يعني صحيح، وخنصبنوه ولا يعني ندخلوه في الكتاب نحيدوه ما يوقع له حتى شي حاجه. من بعد ما خيط الجهات الاربعه، غنتخلص من الخيوطه كاملين. في ما بان لي شي خيط هكذا زايد نقطعوه. صافي الغشاء ديال الكتاب راه واجد. هاد الفكره هادي ديال الغشاء ديال الثوب ديال الكتوبه راه يعني كاينه في المحلات يعني ديال الديكور بزاف، شفتها في الانترنت، ولكن اغلبيه هاد الفيديوهات كانوا كيلصقوا يعني كيستعملوا اللصق كتلصقوا في الكتاب. وفي الحقيقه ما عجبتنيش انا هاد الفكره، لان فحال الا الكتاب غادي يضيع ملي غتلصق فيه هذاك الثوب. فلقيت واحد الفيديو في اليوتيوب كيشرح كيفاش تخيط هاد الغشاء ديال الكتاب، ولكن في الحقيقه ما فهمتش مزيان
الطريقة لأنها كانت شوية معقدة، فخديت هذاك التوب وبقيت كنجرب في الماكينة حتى لقيت الطريقة، وهذه هي أسهل طريقة كيف ما كتشوفوا، راه ساهل. يعني كنخيطو غير جوج ديال المرات، المرة الأولى كنخيطو التوب كامل، ومن بعد كنخيطو هذوك الفتيحات اللي كيتلاقاو فيهم التوب ديال برا واللي لداخل، صافي. الحقيقة أنا عجبتني هذه الفكرة بزاف بزاف، لأنهم كانوا كيزعجوني الألوان ديال الكتوبة بزاف هكذا في المكتبة، ودايما كنت كنقلب على شي حل، واستعملت الورق ولا ورق هكذا عادي ديال قهوي، كنظن كيستعملوه في بابيي كادو، ولكن دغيا كيتقطع لأنه ماشي متين. ومني شفت هذه الفكرة هذه عجبتني بزاف بزاف، وهذا هو الحل بالنسبة لي أنا. واخا يعني غياخد لي وقت طويل يعني نخيط الكتوبة كاملة اللي عندي حيت عندي بزاف، ولكن معليش كل نهار نخيط شوية فيما يكون عندي شي وقيت. في الحقيقة هذا النهار هذا خيطت واحد الكمية ما خداش الوقت بزاف الحقيقة، ملي كتفهم الطريقة صافي يعني دغيا دغيا كدوز في الماكينة. يعني هادو كاملين صغبتهم تقريبا من المهم ما بين 11 الوحدة ساليتهم كاملين، كانت هذه هي النتيجة. كنتمنى تجربوا هذه الفكرة هذه بالنسبة للناس اللي كيعجبهم أفكار جديدة، وأيضا اللي عندهم الكتبة بزاف. نكملوا النهار ديالنا، غنرجعوا للكوزينه غنوجدوا خبيزات ديال الزرع، طحين دقيق القمح الكامل اللي كنصاوب معكم دائما. بالنسبه للمقادير ديالو كنعمل واحد الكميه ديال الدقيق تقريبا واحد 600 غرام ولا اكثر ولا اقل على حسب شحال بغيتو ديال الخبز. كنعمل دائما معلقه ديال الزيت، معلقه ديال العسل، نص معلقه ديال الملحه، ومعلقه او شي حاجه على حسب الجوده ديال الخميره ديال الخبز. وكنعجن بالماء دافي، يعني كنخلي الماكينه تعجن تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كيتعجن داك الخبز مزيان يكون شويه مرخوف. من بعد غناخد العجينه وغنقسمها على 4، ممكن تقسموها غير على جوج، ديروا جوج خبيزات كبار او تصغروها تعملوا خبيزات صغيورين. استعملت واحد المزيج ديال الزريعة، ديال النخالة، الكتان، بزاف ديال الحبوب كانوا عندي هكذا خلطتهم مع بعضياتهم مع النخالة، وغنقرص فيها الخبز، غنشكلهم على شكل كرات، ومن بعد غادي نحطهم في الصينية نخليهم يرتاحوا واحد شوية، ومن بعد غادي نقرصهم غندخلهم الفران يخمروا فيه، الفران مطفي. غنغطيهم بواحد المنديل يعني واحد الدرة باش يخمروا، وغندخلهم الفران اللي هو مطفي طبعا، ونخليهم حتى يخمروا مزيان يعني تقريبا واحد 4 ساعة قبل ما نطيبهم. نجبدهم نشعل الفران، انا دايما كنطيب الخبز في الفران كيكون سخون بزاف تقريبا 250 درجة، فغادي ملي يخمروا غنشعل الفران نخليه يسخن وغادي نطيبهم. غادي نرجعوا لهذيك الصلصه او هذيك الشرموله اللي صوبناها. بالنسبه للدنجال والفلفل، الفلفله راه كنت شويتهم في الصباح وخليتهم تبردوا مزيان، دابا قشرتهم وغنقطعهم طريفات وغادي نضيفهم على هذيك الشرموله. ايضا زدت واحد جوج حبات ديال المطيشه او الطماطم مقشرين وحيت لهم الزريعه وغادي نضيفهم لهذيك الصلصه. الحقيقة هاد الطريقة هادي ديال الطياب كتجيني سهلة، خصوصا انا يعني كنطيب غير في الصباح، وفي الوجبة ديال الغداء كناكلوها هي الوجبة ديال العشاء، لان كل شيء يكون مجموع في وسط النهار ما كيكون حتى شي واحد، كيكون غير انا بوحدي. فكنبدا العشاء في الصباح وكنكملو في العشية، والعشاء ديالنا راه ماشي يعني معطل بزاف، راه اغلبية 7:30 صافي كنكونو مساليين الوجبة ديال العشاء، والوليدات كينعسو مع تسعود.
يعني تقريبا ديك 2 ساعات ما بين الوقت ديال العشاء والوقت ديال الوقت ديال النعاس ديالهم. فكيف ما كتشوفوا من بعد ما ضفت المسائل ديال كامله ديال الزعلوك، راه حمرت يعني قليته شويه في فوق البوطه، واللوبيا راه شفتوها راها طابت، خبز راه خمر، سخنت الفران غنتقبو فحال هكذا وغندخلو الفران يطيب. كيف ما كنقول لكم دائما يعني حضيوه، الا بان لكم تحمر دغيا صافي راه طاب، يعني جبدوه ما تخليوهش حتى يتحرق، ما تغفلوش عليه. صافي ملي كيجي الوقت ديال العشاء وليت كنحط هكذا العشاء هكذا كيجي احسن. الوليدات كياكلوا كل شويه، كل حاجه كياكلوا منها شويه، ماشي بحال ملي كنحط طبسيل كبير كياكلوا غير الحاجه اللي كتعجبهم، والحاجات الاخرين ما كيقيصوهمش، هكذا كياكلوا شويه شويه من الحاجه. وهذا هو الفيديو ديالنا، وهذا هو النهار ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم. نقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.